بالنسبة للواجبات مثل ما هو واضح هني، نزلت واجب اللي هو الغلاف الجوي. انزين اذا بيعطي الطلبة سؤال واجب ثاني، هني اعطاء واجب، اضغط على اعطاء واجب، اسم الواجب الغلاف الجوي. شنو السؤال الواجب؟ عرفي الغلاف الجوي. تسليم الواجب إيه؟ أبيهم يسلمونه. الواجب غير مقيم بعلامات، يعني إذا أبي عليه علامات ولا لا، أبي عليه علامات، ومن هني أحدد كم درجة أبي، أبي عليه درجتين. زين إذا ما أبي عليه علامات أضغط عليه وخلاص ما يكون عليه درجة، بس أبي عليه علامات والدرجة درجتين. الموعد الأخير للتسليم متى آخر موعد؟ اليوم 26 الساعة 9. هني أقدر أحمل لهم صورة، بحمل لهم صورة الغلاف الجوي، بحيث أن صورة الغلاف الجوي تساعدهم على حل السؤال اللي هو تعريف الغلاف الجوي، وأضغط حفظ. بشذي نزل السؤال الواجب الثاني للدرس. ما أبي واجبين، بحذف الواجب الأول من هذا الزر، أضغط حذف. هل أنت متأكد من حذف هذا الواجب؟ نعم. أما بالنسبة لي تم حذف الواجب. أما بالنسبة للواجب اللي نزلته أبي أعدل عليه، أضغط من هذا الزر تعديل. ما أبي تسليمه اليوم، أبي تسليمه تاريخ 28 بعد يومين، يعني مدت لهم الواجب يومين بعد، وأضغط حفظ. بكذي حذفت السؤال الواجب الأول والواجب الثاني، عدلت على وقته. بكذي خلصنا من الواجبات. ننتقل الحين حق الامتحانات. مثل ما شايفين هني أنا منزلة امتحان، بحذفه من هذا الزر. أقدر أنسخه صف ثاني بس لا، أبي أحذفه، أضغط حذف. هل أنت متأكد؟ نعم. إنزين الحين أبي أنشئ لهم امتحان جديد، إشلون؟ أضغط هذا الزر اللي هو إنشاء امتحان. شنو الاسم؟ اللي هو اسم الدرس المعادن. الامتحان غير مقيم بعلامات، لا، أبي عليه درجات. موعد التسليم متى؟ تاريخ 26 الساعة 7 مساء. ما أبي أحمل لهم صورة ولا شيء من ملفاتي ولا لينك، خلاص أضغط حفظ. وبكذي أنشأت الامتحان اللي هو عنوان المعادن صف 8 أول. من هني الأسئلة أقدر أضيف سؤال أو أضيف من بنك الأسئلة، أضغط عليه اللي هو الأسئلة اللي أنا أصلا نزلتها من قبل. بنزل هذا السؤال، هل الكوارتز يعتبر من معادن الأقل صلادة؟ أبعدل عليه، الكوارتز يعتبر من المعادن الأقل صلادة. الإجابة نعم أو لا؟ الإجابة صحيحة، الإجابة صح. النقاط عليه 5 درجات، وأنزل السؤال، أضغط حفظ السؤال. وبكذي ينزل السؤال اللي نزلته من بنك الأسئلة. راح ينزل لي إضافة سؤال هني. هني يكون متاح لي أني أضيف سؤال، وعندي 3 اختيارات، إذا أبي السؤال صح وخطأ، ولا أبي اختيار من متعدد، ولا أبي سؤال يتطلب جوابا موجزا أو مقالة، يعني أبي سؤال مقالي ولا اختياري ولا صح وخطأ، أبي اختيار من متعدد. نص السؤال أكثر المعادن الأكثر صلادة. من هو هني من هو المعادن الأكثر أو المعدن الأكثر صلادة؟ المعدن الأكثر صلادة، المعدن الأكثر صلادة. هني أحط الإجابات، الإجابة الأولى الألماس، الإجابة الثانية الأوليفين، الإجابة الثالثة أقدر أضيف إجابة ثالثة هني، إضافة إجابة الكوارتز. حسيت إجابات واجد ما أبي، أبي أحذف واحد من الإجابات الخاطئة اللي هو يا الأوليفين يا الكوارتز، بحذف الكوارتز، أضغط على حذف الإجابة. إنزين شنو الإجابة الصحيحة؟ الألماس. هني أحدد
وهني فوق أحدد نقاط السؤال على 10 درجات وأضغط إنشاء السؤال. بشذي نزل السؤال اللي تو سويته والسؤال اللي قبله. إنزين نجي الحين عندي إعدادات الامتحان، هني مثل ما إحنا شايفين مجموع العلامات 15 درجة، السؤال الأول عليه 5 درجات، السؤال الثاني عليه 10 درجات. هني أقدر أعرض الامتحان عرض مسبق بحيث إني أشوفه قبل لا أرسله وأضغط إنهاء العرض المسبق. هني أقدر أطبع الامتحان، وهني إعدادات النشر، شلون أبي أنشره، إخفاء الامتحان ولا أبدأ الامتحان الآن ولا تحديد موعد، أبي تحديد موعد. أوكي. الموعد متى أبي؟ تاريخ 26 الساعة 7 مساء. أوكي، الساعة 7 مساء. المهلة الزمنية، شلون المهلة الزمنية؟ إذا أبي طول اليوم يكون الامتحان مبطل للطلبة ولا أبي أحدد مدة؟ لا، أبي أحدد المدة، أبيها تكون 10 دقائق. إنزين الحين عقب ما يخلصون الطلبة من الامتحان ويسلمونه، عرض النتائج، إي أبي تعرض لهم النتائج. إنزين لما تعرضهم النتائج أظهر الخيارات الصحيحة ولا لا؟ إي أبي أظهرها، أضغط نعم. خلط الأسئلة بحيث إنها تكون الأسئلة مو نفس الترتيب عند جميع الطلبة. إي خلط الأسئلة. آخر شيء، شلون أبي نظام العلامات؟ عادي ولا 3 إجابات خاطئة تلغي إجابة صحيحة، ولا 4 إجابات خاطئة تلغي إجابة واحدة صحيحة؟ لا، أبي عادي. أضغط حفظ الإعدادات. بكذي تم حفظ الامتحان الجديد بنجاح. إنزين الحين هذه الأسئلة أبي أعدل على السؤال الثاني، ما أبي عليه 10 درجات، أبي 5 درجات. أضغط هني تعديل السؤال، ما أبي 10 درجات، أبي 5 نقاط. أضغط حفظ. ما تعدل، أضغط مرة ثانية تعديل، 5 درجات، أضغط حفظ. بكذي صار توتال هني مجموع العلامات توتال 10 درجات، 5 على السؤال الأول و5 على السؤال الثاني.